مع حضرتك؟ مع الدولفوس. السعر رينج عامل ايه؟ من 18 لحد 25. بتفرق ايه بقى عن 18؟ في درجة أولى، في درجة تانية، في كده يعني. في حادي وفي في حادي وفي بطرخ، في مبدوب بطروح كده. طيب هي أسعار رفعت على قرب شم نسيم ولا لسه؟ لا رفعت، بس احنا ما رفعناش. بس انتوا رفعتوا، بس هي بدأت ترفع خلاص. بدأت ترفع. هي بتبدأ ترفع لشم نسيم من امتى كده؟ يعني مثلا 3 4 6. طب انا لو عايز اجيب لشم نسيم ينفع اشتري دلوقتي واشيل شم نسيم؟ حطه في الفريزر. يعني بس حاجه لازم اشتريه من دلوقتي علشان خاطر قبل شم نسيم هتبقى اغلى من كده. هي صلاحيتها 6 اشهر. لو ست اشهر مع قرب شم نسيم هتغلى عن كده. هتغلى عن كده. يعني لو انا عايز اشتري دلوقتي احسن من دلوقتي. شكرا، ربنا يخليك.